اهلا بكم، مرحبا، وحلقه جديده من برنامجكم طبخه ونص. هنعمل لكم حاجه النهارده لطيفه وسهله قوي، وكل الناس تقريبا بتحبها الا مناظر. يعني الكوسه حاجه جميله حلوه، قرع من قرعيات، وده شيء جميل جدا ومفيد. القرعيات عامه شيء مفيد جدا وحلوه وسهله في الهضم وحاجات كده، وفيها شويه فايبرز حلوين، يعني حاجه ممتعه. طيب هنعمل ايه بقى؟ معايا كوسه بتتغسل كويس قوي، وتعمل لها ايه بقى؟ في انت عارفين المقشره، المقوره قصدي، بتاعه البدنجان والكوسه وكده، بتبقى في ناحيه منها مسننه كده سنون، اوكي. بتتاخد بقى حبه الكوسه بالحته المشرشره دي كده كده كده، اوكي، عشان تبقى يعني لو عملنا زوم على الحته دي هنشوف شكلها عامل ازاي، اوكي، جميل. طيب بعد كده معانا بصل بيبقى جوليانات، يعني مش مفروم، مش مبشور، اوكي. زيت زيتون، وبعدين فلفل حار ونعناع فريش، وتوم، ومعايا مرق، مرق لحم بقى، مرق فراخ، ميه اذا عايزين ماشي، بس انا بفضل دايما لما يكون في خضار اعمل معاه مرق بروتين علشان اعوض انه يبقى فيه بروتين في الوجبه، لانه المرق اي حاجه بتسلقها من اللحوم والدواجن وات ايفر بيبقى المرق بتاعها مليان بروتين، ولذلك هتلاقوا وانتوا بتسووها بتطلع ريم، الريم ده البروتين، يعني شويه العصاره اللي فيها او البروتين لما بينزل في الميه ويتجمد بتشيله الزايد منه بالمقصوصه كده ولا حاجه وبالمصفه الناعمه، اوكي، وتشيله الريم ده، فالمرق ده بيبقى فيه بروتين حلو يعني، اوكي. هنحط بقى زيت زيتون وما نبخلش على نفسنا، ربع كوبايه كده زيت زيتون، وبعدين هنحط البصل، ودايما اقول لكم ان زيت الزيتون لما تيجوا تطبخوا بيه ما تقدحوهوش، يعني زي ما انا عملت كده، هتحطوه على النار وتحطوا معاه على طول ايه الحاجه اللي هتسووها فيه، علشان البصل اللي هيتحط فيه ده هيقلل من حراره الزيت، وبالتالي مش هيتقدح، لانه زيت الزيتون لما بيتقدح مش احلى حاجه، اوكي، عايزين فايدته. وطبعا احلى حاجه في زيت الزيتون انه يتاكل او يتشرب او كده من غير تسخين، اوكي، احلى حاجه فيه يعني. انما لما بنطبخ بيه طبعا ما بقدحوش، هنفضل في الحدوته دي. ونعمل ايه بقى يا حبيبي؟ ننزل بالحدوته دي في حاجه يعني يمكن نار اوطى شويه، اهدى شويه، اوكي، وبعدين نفضل نقلب فيه لغاية ما البصل يشف، مش عايزه يلون عشان ما يلونش الصوص أو المرقة اللي هتبقى فيها الكوسة. والكوسة دي النهاردة عاملها بالنعناع، يعني إيه كوسة بيضة يسموها، اللي هي ما بتبقاش الصلصة بتاعتها حمراء، ما فيش فيها صلصة طماطم، أوكي، والمية بتاعتها مش كتير، يعني تاخد مرق على قد الحاجة، على قد ما تستوي يا دوبك شويه كده. خلينا نحط هنا شويه ملح والفلفل في الاخر خالص عشان ايه ما يلونش، يعني ايه واحنا بنغرف كده قبل الغرفايه احط شويه فلفل او انزل فلفل على الترابيزه علشان الصوص بتاعها ما يغمقش من الفلفل. مع بعضنا كده لغاية ما البصل يشف، يبقى استوى بدون تلوين. طبعا الملح بيساعد انه يمص المية من البصل. لو عملنا، لو جبنا مثلا طبق او جبنا اي حاجة من وحطناها كده، اوكي، هنبص نلاقي عملت بخار، اوكي، هو ده المطلوب، مش عايزينه يبقى مفيش بخار، لو مفيش بخار هيبقى ده الميه اللي فيها كله، كل الميه اللي في البصل راحت، وطبعا ده مش هيحصل الا لو البصل اغمق،
شف اهو لطيف. ها ولسه هيشف تاني اكتر لما ايه احط بقيه الحاجه. احط الكوسه واقلب، والثوم. خليني بس اقلب الاول شويه كده حلوين. هلاحظ طبعا الكوسة لما بتقلب كويس كده خالص خالص هتلاقيها شربت كثير من الدهون. مش معنى كده اني احط زيت تاني، لا، لانه بعد ما هحط المرق وكده هيبتدي هبقى ايه تغلي، وشوية الزيت اللي واخداهم ينزلوا في المرقة. حط بقى شوية ايه التومة، معلقة توم كبيرة كده مفرومة، اوكي، والنعناع فريش، ورق نعناع فريش، وفلفل حار، ونقلب. تطلع بقى ريحة النعناع وريحة الثوم والقصة الحلوة دي. وملاحظة ان انا مش بحاول احمر الكوسة، حط بقى نص كمية المرق، يعني حوالي نص لتر كده، وايه واستنى تغلي واوطي شويه النار متوسطه واغطيها. اوكي، تعال نطلع فاصل ونرجع نكمل بيه شغلنا. يلا ابقوا معانا. اهلا بيكم بعد الفاصل. خلاص احنا كده ايه 10 على 10. اقول لكم على حاجه بقى انا عملتها، وإذا تحبوا تعملوا زيي اعملوا زيي. حطيت معلقة كبيرة كربونات بيكربونات صوديوم، اللي هو بيسموه كربوناتو بيكربونات الصوديوم. ليه؟ مش عشان أساعد في السوى، إنما علشان تفضل خضرة زي ما هي، يعني ما تبقاش لونها ما يغيرش يبقى أخضر. دي طريقة. الطريقة التانية إنه ممكن تسلقوها، بس لا يعني هتحطوها في تلج وبتاع، دي شغلانة. هو بيكربونات الصوديوم تحل الدنيا كلها وتبقى حاجة حلوة. طيب نغرف بقى ونضيف على الواسع كده اهو ونشوف. با 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 با. يلا وريني كده بقى. شايفين لونها خضرا وكله حلوه ازاي؟ مستويه وزي الفل ولونها اخضر زي ما هي. حتى لو عمل يعني لا يعني يمكن لو عملتوها بالصلصه الحمراء ما تحتاجوش تعملوا ده، لان يعني مش هتفرق معاكم اللون قوي في الصلصه الحمراء، انما كده اللون هيبقى احلى كتير. فاصوليا كذلك، بسله كذلك، تالي برضو عملنا قبل كده فاصوليا بالبيضه اللي هو بنعملها يعني ما كانش يعني اعملها لكم مره تانية كمان. ها وبسله برضو كذلك بنعملها بيضه، بسله بيضه. نقدمها مع زكزاكي اللي هي ايه بقى؟ سلطه زبادي يوناني، مش اي زبادي، اوكي، مفروض يعني، لان الزبادي بيبقى تقيل اليوناني وبيتعمل يتضرب مع شويه نعناع وشويه ملح.
عادة ما بنحبش نحط معاه توم، إلا ما إذا حابين تحطوا معاه فص توم صغير مفيش مشكلة. أوكي؟ وبتتقدم كده. عايزين تقدموها مع عيش شامي مقرمش محمر محمص تمام، عادي بيتا بريد عادي، مش محمص ولا محمر ولا حاجة، برضو تمام. وحلوة قوي قوي وسهلة وجميلة وخفيفة وهتعجبك قوي إن شاء الله. يلا أشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم طبخة ونص. ابقوا معه. والفلفل الأسود خلوه بره، اللي حاب يحط شوية فلفل أسود عشان ما ينغمقش اللون بتاع الحكاية، واللي عايز يحط شوية نعناع زيادة يحط نعناع ناشف. أشوفكم في حلقة جديدة من برنامجكم طبخة ونص. ابقوا معه.